ما لقينا اي مكان نقعد فيه لانه الخيام مليانه يعني، فاضطرينا نيجي هنا قبال الحدود المصريه نقعد لانه مش لاقيين مكان غير هذا المكان. عندي اخو، مش ما عنديش انا، مش عشان انا، عشان الاطفال اللي عندي، عندي خمسه وانا والمره سبعه، عيله كامله يعني، حرام اضحي انا فيهم، لكن انا مش بيدي مش قادر. ورانا ورانا يعني، لو يعني مش بعيد انه يجوا هنا يقصفوا،